السلطة الفلسطينية هل هي مؤمنة بأنها قامت بكل ما تقدر عليه من أجل ما يحصل في قطاع غزة، لإنهاء ما يحصل في قطاع غزة، للوقوف جنب الفلسطينيين في قطاع غزة؟ السلطة الوطنية الفلسطينية تحت النار. السلطة الفلسطينية ليست طرف محايد ولا طرف مراقب. ما يجري في قطاع غزة ويجري ضد شعبنا الفلسطيني، وما يجري في الضفة الغربية هو يجري ضد الشعب الفلسطيني، لذلك السلطة ليست طرف محايد. بكل حراكنا السياسي مع أشقائنا العرب ومع المجتمع الدولي نبذل جهد كبير جدا حتى تكون هناك جبهة ائتلاف دولية أممية تضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب، وهذا كان جوهر نقاشنا مع أشقائنا العرب سواء في الرياض في الاجتماع السداسي في وجود أشقائنا العرب أو حتى في الزيارة الأخيرة مع الأشقاء في الدوحة في قطر. هذا الجهد الذي يبذل من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية هو يدفع بقوة باتجاه خلق جبهة عربية موحدة متماسكة ذات موقف واحد ورؤية واحدة، وفي نفس الوقت الذهاب بموقف عربي مشترك إلى المجتمع الدولي وبالذات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.